الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مرحبا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناة اعرف دينك. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى وفي هذه الحلقة عن مشكلة كبيرة قوي، اللي هي الوهم. الوهم ده نسبة المرضى بيه كثيرة للغاية. موهوم، هو اتوهم، هو وهم نفسه. خد بالك، الوهم ده لا يقع فيه إلا أصحاب النفوس الضعيفة، لا يقع في هذا النوع من الأمراض إلا أصحاب النفوس الضعيفة. الوهم، أذكر مرة واحدة بنتها اتأخرت شوية في الحمام، ودي نصيحة لكل أم تاخد بالها من بناتها وتهتم بيها وتبقى هي أقرب الناس لكي، ما يبقاش حد تاني. فالبنت اتأخرت مثلا تقريبا تلت ساعة، نصف ساعة في الحمام، أعزكم الله. فسألت واحدة صاحبتها البنت بتتأخر في الحمام أعمل إيه؟ فبكل بساطة جدا دت لها رقم واحد، قالت لها خدي كلمي الشيخ دهوت وهو هيقول لك بنتك عندها إيه. الموضوع ده هنتكلم فيه، موضوع المكالمات وموضوع التشخيص وموضوع العلاج عن طريق التليفون، ده هنتكلم فيه في حلقة خاصة لوحدها. فاتصلت بيه، أيوة يا عم الشيخ، أنا بنتي تعبانة، وعفوا بنتي تقعد في الحمام تقريبا تلت ساعة نصف ساعة. فالراجل قال لها الآتي، قال لها بنتك ممسوسة من جن عاشق، والجن ده هيخليها تفقد غشاء بكرتها وياخدها وينزل تحت الأرض. الست اتوهمت، الوهم كارثة. عملت ايه؟ كسرت الكالون بتاع باب الحمام أعزكم الله، عشان خاطر ايه بقى؟ لو الجن حب ياخد البيت تحت الأرض نلحق ناخدها منه. وهمها، ضحك عليه، وفضلوا على الموضوع ده تقريبا قرابة الشهر، والموضوع بيزداد سوء، مش حل، محلش مشكلة، هو بعلها الكلام وهمها وبعلها الكلام في التليفون. فلما عرضوا البنت عليا وشفت البنت، فبسألها ولا انت بتتأخري في الحمام ليه؟ المفروض السؤال ده انت كأم تسأليه لبنتك، تاخدي بنتك في حضنك كده تحتويها، انت اقرب الناس لها من ابوها ذات نفسه، اقرب الناس لها انت. فالبنت قالت لي والله يا شيخ انا في واحده صاحبتي قالت لي لما تدخلي الحمام عزكم الله اغسلي القعده، وش القعده طبعا القعده الفرنجي، لان غالب الرجال، ودي برضو نصيحه برضو للرجال والشباب، قالت لها لان غالب الرجال وغالب الرجاله عزكم الله بيعملوا حمام وهم واقفين، فتقوم قطرات الماء البول تيجي على الايه، تتناثر على القعده، فقلت لها بيغسل القعده كويس. طيب دي برضه نصيحه برضه لله لحضرتك، وانت بتعمل عزك الله الحمام اعمل وانت قاعد، بلاش موضوع وانت واقف ده. فالبنت بتاخد تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه تغسل في القعده، في وش القعده، عشان خاطر ايه؟ البنت برضه اتوهمت بسبب كلمة صاحبتها ده. ده كل الموضوع، ولا في لا جن ولا هيفقد شيء بكرتها زي ما هنبين في حلقة، هو ممكن يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه، ولا ياخدها تحت الأرض، ولا الكلام ده كله خالص، وهم. قلت للست لو سمحتي ادخلي الحمام، خدي بنتك معاكي وقعدي اعملي حمام
واغسلي وتوضي وتعالي. حسبنا الوقت ده تقريبا كان 3 دقايق ونص تقريبا. قلت لها اكنك بتعلمي بنتك لاول مره تدخل الحمام وتعمل حمام وتغسل وتقوم وتتوضى وتيجي. قلت للبنت انت اخرك كده؟ فنسبه الوهم كبيره جدا. حذاري حذاري ان حد يوهمك، ان حد يبيع لك كلام، او ان حد يضحك عليكي ويبيع لك كلام بدون اثبات او دليل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا وان يعلمنا وان يفهمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناه اعرف دينك.